خوتنا الاعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. نتمنى تكونوا بخير. ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل، غادي ندوزو نشوفوا اول فيديو. نتمنى تعطوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، ما تبخلوش علينا بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه. لما اعلنت وزاره الفلاحه ان شاب بلال راح يكون في هذا المنطقة الوطني للتفاح، ناضوا الاعلاميين وقال لك يا سيدي ان شاب بلال هو معادي للوحده الترابيه. ما فهمتش انا الملتقى الوطني للتفاح حاجه غذائيه تربطها بحاجه ثقافيه وتدير حفل. المهم الحاجه الوحيده اللي نفهمها في هذا الموضوع ان شاب بلال قبل ما تعشوا به غادي يتعشى بيكم، وهذا الرجل ما راحش باغي يفوتها لكم، يعني عاجلا ولا اجلا غادي تسمعوا الراد في اغاني غريبه جدا. يعني هذا الانسان غير وحده بلا ما تدخل الدولة الجزائرية ولا وزارة الثقافة ولا الفنانين اللي معاه، راكم دايرين الحساب طالعين ومهودين. نظن ان السيد كاع ما على بالاش باللي عنده ملتقى وطني نتاع التفاح في المغرب. وفي الاخير ايضا هذه الرسالة الى كل الفنانين الجزائريين، ما راناش حابين اي فنان مهما كانت صورته يدخلش لهذه البلاد التي لا تحترم اي فنان ولا تحترم الفن ولا تحترم الرياضة ولا تحترم أي شيء. انتوما اللي عليتوا شان المراركة، انتوما اللي طلعتوا شان المراركة، انتوما اللي علمتوا المراركة الفن، انتوما اللي علمتوهم السينما، انتوما اللي علمتوهم المسرح، انتوما اللي علمتوهم كتابة الروايات، انتوما اللي طلعتوا ثقافتهم. يجب أن تفهموا جيدا بأنكم بدونكم المروك في مجال الثقافة. وحنا الشعب المغربي كنتمنوا باش ما يدخل عندنا حتى شي فنان كرغولي للمملكه المغربيه الشريفه. كيف ما سمعتوا هذا الجزائري كيقول بان الجزائريين هما اللي علموا الفن للمغاربه. دابا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفوا النشره الجويه في الجزائر. صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ انا شط القهوه تاعي، كليت شويه عصاره وجيت في الساعه نقدم لكم احوال الطقس على قناه سيرفا تيفي. الاجواء تاع نهار اليوم اللي باش تكون صافيه على كامل الجهه الشماليه للوطن مع شويه الغيام غير حاجه خفيفه. اما في الجنوب اللي باش تكون غيمه في الجنوب الغربي واقصى الصحراء مع شويه عشته. عطيوني الاراء ديالكم اصدقائي الاعزاء في قناه التعليقات على هذا قفطان ولا ما عرفتك شيطان ولا ما سمو لبسه هذه وكتدير بها نشرة الجوية. بالنسبة للملاريا أثبت الدراسات، وقد أرسلنا فريقا طبيا أكد بصورة علمية وببرهان علمي أن البعوض الموجود في مناطق هذه أنه غير ناقل لمرض الملاريا، مما يعني أن الذين خرجوا وتوافدوا خارج البلاد نقلوا معهم هذا المرض، وهذه الحشرة التي تصيب الكثير من الدول الإفريقية. الجنسيات التي كانت في المناطق الحدودية، ثم تعرفون أن كثير من بعض من الدول التي انهارت أنظمتها الصحية تلجأ إلى الحدود، والجزائر كعادتها ولحماية سكانها تمت أيضا. حشومة عليكم، شكون اللي صيفط لهم هاد البعوض؟ الناس هادو والله العظيم الى السبيطار ديال العمر. طبعا اصدقائي الاعزاء غادي ندوزو نشوفو واحد الشيخ اش كيقول على الشهداء في الجزائر. ثم ان الجزائر قدمت 5 ملايين، هذا ايضا كذب الخبر. حتى ان بعض الاعلاميين قال المشهور يسمى الجزائر بلد المليون شهيد، قالها ليس بصحيح وليس بدقيق، ان الذين قتلوا ايام احتلال فرنسا الجزائر بلغوا المليون، المليون واحد متنازع فيه. فهذا الدكتور نايف على المنبر معروف بالسجع، ما يتق الله في هذه المسألة، وما زال لم يتق الله عز وجل، مصر أن الجزائر قدمت 5 ملايين شهيد. أتقول على الله ما لا تعلم؟ ألا تعلم أن القول على الله عز وجل من أكبر الذنوب بل هو أكبرها؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا تعلم يا دكتور أن القول على الله عز بلا علم من وحي الشيطان؟ أما قال الله عز وجل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ كيف علمت بأن هؤلاء الشهداء عند الله حتى تقول 5 ملايين شهيد؟
وأذكرك ولا تتذكر، وأنصحك ولا تنتصح وتتصدر. اتق الله أنت وأمثالك. أنا أعيد وأكرر هذه الكلمة، لا يجوز التساهل بها، لا شهداء الكويت ولا شهداء غزة ولا شهداء الجزائر. مقولة أن الجزائر بلد المليون شهيد كلام غير صحيح، في حين هناك من أوصلها إلى 5 ملايين شهيد. طبعا أصدقائي الأعزاء غادي ندوزو نشوفوا مقطع فيديو آخر. أمر آخر يعني هذا أعلمه الجميع وأجيز فيه الجميع، خذوه بإجازة مني. هكذا يفعل الإنسان، يجمع أصبعيه خلف ظهره لخلق الهالة، يقول حصنت نفسي داخل لا إله إلا الله، ويغلق الدائرة. إن ترك فيها فراغا فإنه قابل للاختراق بجميع أنواع الأذى، ولا يخترق حتى بالرصاص، يمكن أن تطلق النار في اتجاه ولا يخترق. لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي قال فيكم راجل من هاو جماعة التيك توك، هاو الحراطين العبيد هذو اللي تموا يتكلموا في التيك توك، اللي قال فيكم راجل وعلى أنه قاد وعلى أنه مناضل وعلى أنه عنده قضية وعلى أنه ما نعرف شنو، يقيم شور النواحي. أنا أتكلم بحسني باش تعودوا فاهمين أنتم، لأن غايتي بيكم أنتم. أتقيم شور النواحي، ياك تنظيم البوليزاري قال على أنه فيها حرب، ياك أنتم الجزائريين يقول لكم نوضوا تقاتلوا على أرضكم، نوضوا عدلوا ما نعرف شنو، يقدموا فيكم. تعرفوا لا تنبحوا على سيادكم المغاربة من إسبانيا، شك على أنه المغربي لا قلتي ليه، شك على أنكم المغربي لا قلتي ليه، راهو المغرب عندكم الفقر، راهو المغرب بلادكم راه ما عندهاش، راهو أنتم ضعاف، راهو أنتم كذا. وناكلوا التراب، ناكلوا التراب والله يا بيكم، ناكلوا الرمل وما تحكموا تراب الصحراء منها حبة. وما يجيني واحد عبد عند الكراغلة ولا من خلاقة المخيمات يحكمني أنا في ترار الصحراء. طاتكم الصحراء وما تعطيني والو، ما غتحكمهاش انت، ما غتدخلش ليها، ما غنفرطوش فيها، ناكلوا التراب، شي التراب والرمل ناكلوه وما تحكموها، لا انتوما لا عبيدكم لا اللي بصيفطينكم من جماعة الكراغلة. وراء المالك ما دارش ليكم، وراء المغرب كيقمعكم، ويدير المغرب اللي دار، المغرب يدير اللي دار. تراب الصحراء ما غتحكموش، ناكلوا التراب، نباتوا بالجوع، وتراب الصحراء ما يحكمهاش واحد عبد عند الكراغلة. وهذو اللي كيطلعوا عند الكراغلة وتيقول لك اعطيني الدليل على انه صحراء مغربية. واش انتوما مكلخين؟ واش انتوما بعقلكم؟ واش كاين شي واحد كيقدم دليل على مسألة هو حاكمها، على قضية هو محررها بدراعه وبدمه؟ البينة على من ادعى. واش انتوما بعقلكم؟ راه قانون الكرة الأرضية، قانون العالم، قانون القضاء يقول البينة على من ادعى. هذا الناس انتوما في عرضكم يا المغاربة، انتوما حاكمين ترابكم يا المغاربة، يجيكم حد يقولك اعطيني الدليل، قول له الشريف وسير بحث على الدليل وديه للأمم المتحدة، ما تجيش عندي انا، انا راني في ترابي وحاكمه بدراعي وبسلاحي، واللي عاد فيكم راجل يتقدم. الأمم المتحدة احنا راه كنلعبوا معاكم، حسن الثاني جلسكم على القالب وخلاكم يجري بكم في الأمم المتحدة كي الكلاب تنبحوا، جلسكم غا على القالب. الحسن الثاني ما مشى ما جركم معاه المفاوضات يلين رد تراب الصحراء كامله، يلين حكمها عاد من بعدها جركم كي الكلاب تتجاروا معاه في الامم المتحده، واللي تقدم ينطحن، واللي مزغرت عليهم ويقدم شور يرفد سلاحه. وطحنا بيكم في القرقالات وجاوا الكراغلة يعاونوكم وطحنا بيهم يا غار، ما قد يردوا، علاه ما قديتوا تردوا؟ ضربة أمنينكم القوة الضاربة، ولا حاذقين اللافة تفتح لايف وتجيب لي واحد الكرغول يقولك إيه المغرب تصهين، المغرب أصبح يحكمه اليهود، أو قيم يا واش هالكلام، ولا غحرر لك صحراء. هذا الكلام شاك عنه ليزعزع في المغاربة، يزعزع فيهم كلمة واحدة تحركها فيهم.
تحية للأخ الرأي المغربي. أصدقائي الأعزاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. شكرا لكم، سمحوا لنا لكم نطول عليكم. الناس اللي باقي ما شاركوش معنا، مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة. غادي نخليكم حتى الحلقة أخرى إن شاء الله. ديما مغرب، والسلام.